بخصوص هذه الحملة القائمة بها شركات الاتصال متعلقة بتوثيق البصمة لأرقام الهواتف، جاءنا ياسر من الشكاوي، ياسر المواطنين عندهم أرقام عليها هذا اللي متعلق ببنكيلي وهيئات التطبيقات المتعلقة البنكية متعلقة بالنواحي المالية، فقدوا أرقامهم بسبب أدانهم ما سجلوا ولا ما عدوا تأمين. ثانيا وجدنا شاكية من هذه الطوابير المتينة قدام وكالات التسجيل اللي مداها احتياجات من وقت اذا كان يسجل رقمه. احنا الحقيقه هم داعمين لفكره تامين هذه الارقام وتوثيقها بالبصمه، غير مطالبين شركات الاتصال بانهم لا يساوم لي حقوق المشتري في الناحيه.